صحيح أن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ردت على ما أوردته صحيفة الأخبار تحت عنوان جعجع لجنبلاط لدي 15,000 مقاتل ومستعد لمواجهة حزب الله، ونفت أيضا ما جاء على موقع 180post.com تحت عنوان جعجع أقوى من بشير ونصر الله أضعف من عرفات، نافية جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليها بالتسلح وبالتحضير لانقلاب شبه عسكري. إلا أن الأسئلة لم تتوقف حول هذا الموضوع، وما زاد من حدة التساؤلات كلام جبران باسيل بالأمس الذي حذر فيه من محاولات وضع اليد بالقوة على المجتمع المسيحي. المشكلة مش الديمقراطية، المشكلة أمنية. حط الإيد على مجتمعنا بالقوة ممنوع، بالمنيح، بالإقناع، بالإعلام، بالديمقراطية جرب قد ما بدك ما في مشكل، بس بالقوة ممنوع. وهيدي المحتلة والتمسكن والبيانات وبيمون الجنرال، هيدي منعرفها وقديمة وما بقى تقطع علينا. لم يأتي كلام رئيس التيار الوطني الحر من عدم، فالقصة بدأت منذ ما بعد 17 تشرين. صحيح أن معظم طرقات لبنان قطعت، إلا أن قطع الأوصال لم يتم إلا في مناطق جبل لبنان. هذا هو القائد الذي يحاولون بناءه الآن داخل النفق، داخل نفق نهر الكهرباء، يحاولون أن يرتفع هذا الجدار، وهم أخبرونا منذ قليل بأنها سوف جاي أقوى. إذا هن متوقعين إنه الجيش بده يفوت علينا والجيش يهجم علينا لأنه في أمر سياسي، بعتقد إنه الجيش رح يتفهم لأنه بالنهاية الجيش إخواتنا، وإذا بدهم حرب أهلية فلتكن. من الإشكالات الطائفية المتكررة على محور الشياح عين الرمانة إلى زلزال المرفأ ووداع الشهداء، أسئلة مطروحة دائما عن انتشار مسلح وإطلاق نار كثيف في أمر قرأ فيه البعض رسالة، أما القوات فوضعته في إطار رفاق الحي. قد يقول البعض أن في الأمر مبالغة، إلا أن العراضات التي حصلت مؤخراً أعادت الشكوك إلى الأذهان، خصوصاً مع عرض القوات اللبنانية في الجميزة في ذكرى بشير الجميل. لم تقف الأمور عند هذا الحد، وما هي إلا ساعات قليلة بعد هذا العرض حتى وقع الهجوم على ميرنا الشلوحي. حادث والإخوة بيختلفوا ورح نعمل كل شيء منقدر عليه لنمنع تكرار أي حادث، علق رئيس حزب القوات اللبنانية بعد أيام، مستتبعا كلامه بسلسلة من التعاميم التي تمنع المواكب السيارة القواتية إلا بإذن منه، والتي تطلب تفادي أي احتكاك مع التيار الوطني الحر. كلام طمأن البعض، لكنه أعاد البعض الآخر بالذاكرة إلى أواخر الثمانينيات، حينها قيل كلام مشابه. شو ما كان ثمن تجنب الصدام بالمناطق العسكرية والمناطق الشرقية أنا بدي أدفع، شو ما كان، المهم صدام بالمناطق الشرقية ما لازم يكون فيه. شو ما بدها تضحية، شو ما بدها شغل. أما النتيجة فمعروفة ومرفوضة وتكرارها ممنوع.